مرحبا يا قطاطي. أهلين. مرحبا يا هواريني. أهلين. أستاذ في مجال توكل الله لنفهمك شو القصة؟ أيوة يا عيني عليك، هي الكلمة اللي صلي من الصبح عم دور عليها، كيف بتفوت فوتك؟ اسمي فرج. بتمسي؟ ايه بمسي عرفاتي هون بالجامعة. أنا كل القصة إنه بدي العالم تسمعني، وقف هيك قدام العالم يقولوا الله يا فراس الله. خلص أنا ما عاد بدي منك تقول شيء، كفي اللي عملته اليوم. وأخيرا رجعتي لي يا ليلى، وأخيرا. شو يا؟ مو شايف اثنين عزابية وقاعد عم تتغزل وبنص الجامعة؟ بيهون عليك رفيق سمسم ينفصل؟ ومن وهي السمسم بالصغرى؟ أنا. لك إيه مو بس مشبه موكلي ولابس مثله كمان. ليش موكلي أساساً كان لابس؟ لك أنتو شو؟ شو؟ قلبين لي الجامعة حفلة ماتينيه؟ إن شاء الله مفكرة إنه نحن بنجي هون على الجامعة مشان ندرس ناخذ محاضرات مثلا. عفوا شو يا ريت ترجع تعيد شو قلت؟ أنا رأيي. شو رأيك أنت؟ أنا رأيي إنه ما أقول رأيي هلا مشان هتزيد الأزمة بيننا. بتجنن فظيعة. بصراحة ماما توفت بسبب جرثومة فاتت لجسمها. حبيبي قست حرارتك؟ تأكدت إنه 37.5؟ علي الحلال ما فهمت شيء. فاتوا من هون طلعوا من هون. بلكي بحكي الصراحة. عيب الواحد يسأل على فاتو. مو حبيبي؟ إن شاء الله عمره ما يصير. حسين. ما حيبعد. بكل بيوت هالبلد ما لقيتوا غير بيت بلد شو تنتو؟ طيب يا حبيبي ما بتعرف بيتها؟ بدك تطلع عليها جوا محطوطين أسئلة. بما إنه صارت وصارت بدك تغمس ها؟ صراحة ما لقيت غير الفحص السريري لحتى تجي لعندي. فو عليك يا كلب يا بطني يا حق. ماما بس يعني بلا بس ماشي اتفقنا. انت هيك عم تظلمني. رجعت تتركني بحالي. ليش قتلته؟ وما بعرف انه هن عطوني يعني عملة مزورة. ممكن تحط لها مادة سامة بالمي؟ انا ارتكبت جريمة قتل. لك احكي منين جبتيهم يكون احسن لك. ها انا حازم زميلة لسمية بالجامعة. ما بعرف شو بيصير لي. بيجي لاختنا. خلو تقبر قلبي سلامتك. الله عزام. شو بدك تعمل؟ ما زين روح روح من هون. ليش هيك عملت؟ ليش خليتني دخن منهم؟ لوين بدك نروح بالأول؟ عالتياب ولا عالدهب؟ وين ما بدك. شو عامل لي فيها زلم انت ويا ولا؟ نحن زلم ومنعجبك ونعطيك. شو عم تضربن؟ عاملين جروب تاني من أجل إقالة الدكتور ميسر صابوني. تعرف؟ لو كنت عارفانة انه خاطبين ما كنت عملت شيء. الشباب راح يدوروا لي هلا بيجي. ايه انت قلتيها ولهلا ما اجوا معناها فرج اكيد مات. يا الله اذا بشوفكم هون ماسح فيكم ارض الجامعه. واذا بدك تفصلني من الجامعه افصلني انا ما عاد تفرق معي. بس في جوزين كلام لازم تسمعه. يا حبيبي كملت الوعطي. شو حكينا؟ لك ما حكينا شيء بس اسكت. لسه كل ما حكينا كلمه بتسكتونا. يا جماعه عندي اقتراح. شو رأيكم نتصور صورة جماعية كلياتنا؟ على راسي على راسي لازم بدي اياها.